هناك كان تضارب في المعلومات إنجاز التعبير، سيما وأن وزير الداخلية المقال أو المستقيل توفيق شرف الدين أعلن قبل ساعات من يوم أمس طبعا بأنه تقدم باستقالته من منصب وزير الداخلية، لكن بعد ذلك صدر بيان عن مؤسسة الرئاسة وجاء فيه بأن الرئيس قيس سعيد قد قرر إنهاء مهام توفيق شرف الدين كوزير للداخلية وتعيين كمال الفقي وهو محافظ محافظة تونس العاصمة وزيرا للداخلية خلف له. الفقي هو من مدينة صفاقس جنوبي البلاد ومتحصل على درجة البكالوريوس من كلية الحقوق بتونس، متزوج وأب لطفلة، وطبعا هو من الشخصيات المقربة جدا من الرئيس التونسي قيس سعيد. ليس معروف الأسباب إن كانت إقالة شرف الدين هي مقدمة لأن يشغل منصب حكومي رفيع ربما، حتى هذه اللحظة يعني المعلومات غامضة والوضع ضبابي حول ما شاب إذا ما كان هو الرجل استقال أو أقيل في الحقيقة. طيب ولكن ماذا تعني هذه التغيرات في حكومة نجلاء بودن؟ يعني نتحدث عن خامس تغيير في المناصب الوزارية، يعني ربما وفقا لعدد من المراقبين والمتابعين سيكون ذلك مقدمة إلى إقالة رئيسة الحكومة ربما خلال الأيام القليلة المقبلة. الرئيس قيس سعيد ينظر إلى الفريق الوزاري بنظرة عمل جدية، هو أقال قبل ذلك وزيرة التجارة، أقال ما لا يقل عن 4 وزراء، وطبعا ذلك يأتي بعد عدة انتقادات شعبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا على المستوى الأمني. توفيق شرف الدين قبل أيام قليلة قد شن هجوما لاذعا ضد القضاء النشطاء والصحفيين، وهو ما أثر يعني حالة من الغضب بين عموم التونسيين، لكنه بالأمس الرجل اعتذر عن ذلك حينما أعلن استقالته من منصبه. إذن نحن نتحدث عن يعني تضارب في الأنباء، الجميع في الشارع يريد أن يعرف الحقيقة، هل توفيق شرف الدين استقال أو أقيل؟ وإذا كان استقال هل كان لديه يعني علم بالإقالة؟ فهو سابق الزمن بالإعلان عن استقالته من منصبه كوزير للداخلية، طبعا هذا المنصب هو حساس ونحن نتحدث عن وزارة سيادية في ظل ظروف استثنائية، حملات اعتقالات مستمرة لعدد من رجال الأعمال والسياسيين الذين تدور حولهم شبهات فساد وغسل أموال وغيرها من الملفات التي لم تكشف حقيقتها للرأي العام منذ نحو 10 سنوات على مدار حكم حركة النهضة الإخوانية. أشكرك من تونس ياسر دبابش مراسل الغد.